نشوف بقى يا ترى الصندوق بتاع النقد بيخبي لنا ايه في الانفوجراف اللي جاي ده. 5 مليون فقير جداد داخلين مصر، يعني هيبقوا في مصر. بيقول الانفوجراف ده اللي عاملاه سلمى حسين في جريدة الشروق المصرية اللي بتطبع وتقرأ وتنشر في مصر. بتقول سلمى: بعد امتناع رسمي دام أكتر من 20 عام، اتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض كبير جدا. الصندوق أخطأ في تقدير الأسعار المتوقعة نتيجة السياسات اللي فرضها الاقتصاد المصري على الاقتصاد المصري. جاءت الأسعار السلبية أعنف مما توقع الصندوق، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في التضخم وانهيار الجنيه المصري. سلمى بتكمل في جريدة الشروق اللي بتطبع في مصر: ليسهم هذان الخطأان وحدهما في تساقط الملايين تحت خط الستر. 5 ملايين فقير جديد في عامين، أكبر مستوى للفقر في مصر وأسرع معدل للإفقار. تطبيق برنامج الصندوق ساهم في تزايد عدد الفقراء من 25 مليون لحوالي 30 مليون. على فكرة ده تقدير أولي رسمي صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء. لم يعلن بعد عن الزيادة في أعداد الجوعة، نسبة الفقر المدقع، واللي كانت بتقترب من 4 ملايين قبل ما مصر تفكر تاخد القرض من الصندوق. بعد أن أشاد خبراء الصندوق بإنجازات الحكومة بعد آخر زيارة للخبراء في أكتوبر 2018، فوجئنا بأن الصندوق امتنع عن صرف الشريحة الخامسة المستحقة من القرض، خطوة كاشفة تدحض مقولة البرنامج مصري 100% والقرض بلا شروط. أمسكنا الصندوق من اليد اللي توجعنا لما هدد بسحب شهادة الثقة مننا. انخرطت الحكومة في تفاوض سري شرس بعيد عن رقابة الشعب أو حتى البرطمان. انتهى التفاوض بإعلان الرئاسة صرف المبلغ المستحق لمصر خلال شهر يناير اللي احنا فيه ده. طيب الطرفين اختلفوا على ايه؟ ما نعرفش. طيب واتفقوا على ايه؟ سلمى بتقول ما نعرفش. لا يوجد نوعان من المطالبات الصندوقية، مطالبات لا يختلف عليها اقتصاديين، على رأسها الشفافية ونشر المزيد من البيانات على الاقتصاد ومحاربة الفساد وأصحاب النفوذ السياسي من المستثمرين، وبرضه فرض الضرائب على الأثرياء. لكن مصر تجاهلت الحكومة تلك الطلبات أو المطالبات، ولم يمتنع الصندوق عن صرف الفلوس إلى مصر. إيه بقى المطالبات أو الشروط اللي أثار تجاهلها الأزمة، اللي عملت أزمة بين الصندوق ومصر؟ بتقول سلمى حسين في جريدة الشروق: المطالبات دي تحصر معظم التقارير الخلاف المصري الصندوقي في تأجيل الحكومة تحرير أسعار الوقود. يعني الحكومة عايزة تأجل أسعار إن الوقود يبقى من غير أي دعم، والصندوق مصر جوهر الاتفاق هو الوصول إلى نقطة ما تتدخلش فيها الدولة خالص في تسعير البنزين، يخضع البنزين للسعر إلى معادلة تربط بشكل آلي بين السعر العالمي والسعر المحلي للبنزين زي تونس والأردن. يعني يبقى لتر البنزين ب20 ب25 هو حر. ولما بدأ البترول يرتفع سعره عالميا، ده انتقل إلى المستهلكين في كل من تونس والأردن، فخرجت مظاهرات في فرنسا والسودان وفي الأردن. على فكرة شهدت الشوارع انتفاضات شعبية غاضبة، لكن يبدو أن تلك الاضطرابات المجاورة قد أسلجت أقدام الحكومة المصرية، تلجت يعني الحكومة تجمدت يعني. وكل كان من المفترض أن تقترح الحكومة الميكانيزم أو المعادلة تسعير الوقود وتقدمها للصندوق في يونيو 2018. تم تأجيل ده إلى أكتوبر عشان تحصل الحكومة على الرضا الصندوقي وتاخد الدفعة الخامسة. الحكومة تعهدت بتطبيق المعادلة في شهر مارس 2019 بأدائها بالأسهل. بنزين 95 بتاع الأغنياء قوي، هنغليه نفتحه يبقاش فيه دعم، محدش هيحس، وبعدين الأقل استخداما وأقل دعما، محدش هيحس بالقصة يعني. أقنعت الحكومة مديرة الصندوق بتأجيل تحرير أسعار البنزين والسولار بقى بتاع الناس الغلابة وبتاعنا بقى 3 شهور لحد سبتمبر 2019. بتقول بقى سلمى: هكذا نستطيع استنتاج الآتي: هتزيد أسعار الوقود في محطات البنزين مرة أو مرتين في العام كلما زادت أسعار البترول في العالم. فهل آلية تسعير الوقود للمستهلكين قدر محتوم أم يمكن إيجاد بديل ليها؟ بتقول سلمى: يبدو أن الحكومة قد نسيت مقترحا سابقا أكثر عدالة، وهو تفعيل الكروت الذكية، واللي كانت تستهدف سعرا محررا يتحمله فقط أصحاب الاستهلاك العالي من الوقود. اللي قالته سلمى في التحقيق ده
اللي نشر في جريدة الشروق بتاعت عماد الدين حسين اللي عند حضرتك في مصر، قلناه احنا من حوالي مثلا شهر، قلنا ان في مشكلة بين الصندوق وبين الحكومة، والصندوق منع الدفعة الخامسة، والحكومة قالت طب ابوس ايدك، السودان ولعت وفرنسا ولعت على الوقود، وانت عايز نحرر الوقود. وصلوا الاتفاق ان احنا نبدأ بتحرير الوقود اللي هو 95 بتاع الاغنية، محدش يحس بيه. في شهر سبتمبر بقى نولع الدنيا، نخش بقى بالتقيلة، بقى بالسولر والحاجات دي اللي هو بتاع الغلابة. الحقيقة سلمى حسين ذكية جدا، بتقول طيب ما هو احنا ما عندناش قدر غير قدر انك انت تربط البنزين بالسعر العالمي، يعني البنزين هيزيد في السنة مرتين، ولما يزيد البنزين والسولر كل حاجة في الدنيا بتزيد. فكيلو اللبن دلوقتي اللي انت بتشتريه تقريبا ب 13 جنيه مثلا، يعني كيلو اللبن ده هتشتريه انت بعد كده في شهر سبتمبر اللي جاي احتمال ب 40 جنيه و 50 جنيه والحاجات دي، لان هيكون السولار طلع. طيب سلمى بتقول ايه؟ طب ليه ما نعملش في حل بديل ان نفعل الكروت الذكيه؟ انا دلوقتي عندي عربيه 128 بتصلح عند البقالين، تمام؟ اوكي، وبروح الشغل وارجع، وودي العيال المدرسه وارجع، هتعملني ليه؟ تحاسبني ليه زي مثلا شاب صغير كل خميس بيطلع اسكندريه عند سجال ده بيروح ياكل سمك ويرجع هو واصحابه؟ انا مالي؟ ما تفعل الكروت، والله لو صرفت حدك عن كذا يبقى تتعامل بالسعر العالمي. يعني لو انت زدت في استهلاكك في البنزين مثلا عن كذا لتر، لا اتعامل بقى معلم عادي بقى، انت راجل غني بقى. لكن انا راجل بروح وارجع الشغل والمدرسه والعيال وبتاع، خلاص يعني هعمل ايه بالعربيه؟ ليه تحاسبني اللتر ب 25 جنيه؟ طيب ده اللي قالته.